عاشها أثرت كثير، قطعت الشريان الرئيسي تبعي اللي تبع الدماغ اللي بغذي بين الرأس وباقي الجسم، أكيد هذا شريان اصطناعي. الاحتلال يعني خلاص طخني في رقبتي وخرجت من عمودي الفقري ومن نوع فراشة، فلقيت أنا على كرسي متحرك. قبل الإصابة بقى عندي أحلام لازم أحققها قبل 30/9/2000. الحياة ما بتوقف على الإعاقة، أنت بتمشي مشي، أنا بقعد على كرسي وبمشي زيك. أنا في عندي أمل في الحياة، أمل البعيد بعيد بعيد، عمره ما طلعت لورا. تزوجت، عندي مشروعي الزراعي، عندي 3 أطفال توائم، بنتين وولد. قررنا نسوي بيت بلاستيكي اللي يقدر يمشي حياتنا عشان أولادي ما يحتاجوا ولا واحد. بنظر للمستقبل، منظرش للماضي، غصبا عن الاحتلال وغصبا عن اللي بدعم الاحتلال بدنا نعيش وبدنا نقاوم وبدنا نمشي للمستقبل. المهم أشوف أولادي ومرتي قدامي، هذا أكبر علاج.